طبعا الجو ابتدى يبرد شويه بقى، فايه مج كريستيانو والشاي او النسكافيه هيكون شريك كده الفتره اللي جايه. هو الجو لسه مسقعش قوي، بس انا مستعجل على جو الشتاء بقى والدفى وكوبايه الشاي او النسكافيه بقى الكلام ده. المهم بقى جماعه الموبايلات النهارده يركنوا كده على جنب، او لا ما يركنوش خليكم معانا، وجماعه البي سي او جماعه اللابتوب يركزوا قوي في الفيديو ده عشان جايب لهم برنامج ما ينفعش ما يكونش على اللابتوب او الكمبيوتر بتاعك. مين مننا مش بيواجه مشاكل مع اللابتوب بتاعه او الكمبيوتر بتاعه بعد فتره ما تستخدم اللابتوب او الكمبيوتر بتاعك، بعد ما تنزل بقى البرامج وبعد ما تسطب النسخه بتكون حاجه، بعد ما تنزل البرامج وبعد فتره كده من استخدامك للويندوز تلاقي النسخه كده تقلت، الدنيا مش ماشيه كويس، تلاقي الرام مليانه من لا شيء. مين حصل معاه انه مسح فايل او حاجه مهمه عنده بالغلط وما عرفش يرجعها، او اضطر يدفع فلوس كتير قوي لبرامج مجرد بس عشان يرجع الحاجه دي؟ طيب انا دلوقتي بقى جايب لك برنامج في تقريبا حل 90% او 95% من المشاكل بتقابلك على الكمبيوتر بتاعك او اللابتوب بتاعك. وانا واحد من الناس بصراحه مش بودي الكمبيوتر بتاعي او الكيسه بتاعتي او اللابتوب بتاعي لاي حد يصلحه، عشان معلش برضو الاجهزه بتاعتي ما تتكشفش على حد، اسرار عسكريه برضو. فانا بقعد ادور بقى على حل المشاكل اللي بتقابلني على اليوتيوب يا اوصل يا ما اوصلش. فتواصل معايا من كام يوم حد من شركه اسمها كليري سوفت، قالوا لي ان احنا عندنا برنامج فيه كل ما تشتهي النفس زي ما بيقولوا، يقدر يسررك الجهاز بتاعك، يقدر يرجع لك حاجه اتمسحت منك قبل كده، تقدر تعمل منه باك اب او نسخه احتياطيه من النسخه بتاعتك او نسخه الويندوز بالدرايفرات بالتعريفات بكل حاجه، وتخليها كده على جنب لو مثلا النسخه بتاعتك باظت ومش هتقعد بقى تنزل التعريفات تاني والكلام ده وانت مثلا لسه عاملها من قريب. قلت لهم يعني يا سلام، ده انت جاي في مكان صح قوي. المهم بقى تعالوا بقى مع بعض هنجرب النهارده البرنامج ده واشرح لكم كل حاجه هتحتاجوها جوه البرنامج. طبعا رابط الموقع اللي خاص بيهم هتلاقيه تحت الفيديو في الوصف، ولو دخلت على الموقع هتلاقي عندهم اكتر من برنامج بيختص بالكمبيوتر، وعندهم برنامج حمايه ضد فيروسات او برنامج انتي فايروس، وعندهم برنامج تاني هو الاشهر بقى اللي هو اسمه جلاري يوتيليتيز. البرنامج ده فيه منه نسخه فري، النسخه اللي هي المجانيه انت تقدر تنزلها على اللابتوب بتاعك او كمبيوتر، اي حد يقدر ينزلها من غير ما تدفع اي حاجه خالص. طبعا بتستفيد من مميزات كتيره، بس بيبقى فيه مميزات طبعا مخصوصه للنسخه المدفوعه اللي هي البرو. من الحاجات المميزه بصراحه في الموقع ده او البرنامج ده اللي هو بيديك الصلاحيه ان انت تنزل النسخه البرو او النسخه المدفوعه، وتقدر تستخدمها لمده 30 يوم مجاني، بحيث ان انت تشوف ايه عجباك مش عجباك، هل الاضافات دي مأثره معاك مش مأثره معاك، او مش هتحتاجها ومجرد ان انت هتكمل بالنسخه الفري. انا بحترم جدا بصراحه المواقع او البرامج اللي بتديك صلاحيه ان انت تجرب النسخه المدفوعه قبل ما تدفع فلوسك. واصلا هو البرنامج المدفوع اصلا سعره مش كتير، هو سعره 20 دولار بس، اللي هو حوالي تقريبا بالمصري 350 او 400 دولار. اه يا خسيس، نسيت اصلك يا واطي، نسيت اصلك. وبيقدم لك كل اللي يعني ممكن تحلم بيه في برنامج واحد زي ما هتشوف دلوقتي. فتعالوا بقى نشوف ايه المميزات بتاع البرنامج ده، وهنشوف ان احنا هنحمله ازاي وهنشتغل عليه ازاي. نكمل بقى شرح الكمبيوتر، وعايزك بقى تركز معايا. بعد ما تدخل على الرابط التحميل اللي هتلاقيه تحت الفيديو في الوصف، هياخدك على رابط تحميل البرنامج اللي هو جاليري يوتيلتيز برو 5. ده طبعا دي النسخه المدفوعه. طبعا انت عايز تشوف بقيه البرامج اللي بيقدمها الموقع، بتدخل هنا على برودكت، تلاقي هنا طبعا النسخه المدفوعه او الحاجه النسخه المجانيه، بس طبعا او ببلاش كتر منه، فاحنا اكيد هنشرح على النسخه المدفوعه. انت بتقدر تجربها 30 يوم ببلاش، فليه لا. كمان عندهم في برنامج جديد اسمه مالوير هانتر، ده زي برنامج حمايه من فيروسات، ممكن تنزله وتجربه. وكمان عندهم برنامج جاليري يوتيلتيز فور اندرويد، ممكن تنزله او تحمله على موبايلك. طبعا الفري تولز دي كلها ممكن تنزل يعني واحده منهم بحيث ان انت تجرب او عايز حاجه معينه، مع ان كل الحاجات دي اصلا هنلاقيها جوه البرنامج اللي احنا هنشرحه دلوقتي. المهم بعد ما تدخل على الرابط هتدوس على داونلود ناو، هتحمل البرنامج. هو اصلا مساحته صغيره جدا مش مساحته كبيره، والتسطيب بتاعه سهل جدا، تفضل تدوس نكست لغايه ما يخلص، وبعد كده بتفتح البرنامج. انا نزلته طبعا عندي، فيلا نجربه سوا. دي واجهه البرنامج، واجهه سهله بتقدر تتعامل معاها، توصل لكل حاجه بسهوله. وهنشرح كل حاجه دلوقتي او الحاجات المهمه اللي انت بتحتاجها ضروري. اولا ممكن تغير طبعا لغه البرنامج للغه العربيه، بتدوس على منيو تروح للسيتنج، بعد كده تغير اللغه للغه العربيه فوق لو انت احتجت تغير اللغه. طبعا دي الواجهه الاساسيه اللي بتعرض لك الفيرجن او النسخه بتاعتك من البرنامج، ولو في مثلا تعمل تشيك ابديت، لو في ابديت نزل للبرنامج تقدر تحمله. طبعا هنا في مانج لايسنس لما بتشتري برنامج بتكتب النسخه او كود التفعيل بتاعك في الخطوه دي. طبعا في الخطوه دي في الاوفر فيو ده بيقول لك هنا مثلا انت ممكن تحدد شويه حاجات كده، ممكن تخلي البرنامج ده يعملهم لك بشكل دوري مثلا اسبوعيا، يعني مثلا تقول له يوم الجمعه انا عايزك كده تعمل لي تشيك اب، لو في مثلا ملفات مالهاش لازمه امسحها لي يا حبيبي، عشان ايه المساحه اصلا انت جايب هارد 500 جيجا مش محتاجين ان هو يتميل على الفاضي، عندك ملفات مثلا حصل لها كراش او في الملفات الريجستري زي ما هنشوف كمان شويه، مثلا ظبطها لي واعمل لي كده سكان لو في اي ملفات كده مشكوك في امرها، ممكن تتتبع حاجه، ممكن ملفات كده ملهاش مصدر او هويه برده يمسحها لك. كل الحاجات دي انت بتحددها، انت طبعا لما بتدوس هنا انت بتحدد التايم اللي هو مثلا حدد له مثلا ويكلي اسبوعي او مانثلي كل شهر، انت بتحدد الكلام ده. طيب الحاجات بقى اللي هيعملها بتحددها فين؟ مثلا بعد اول خطوه دي تروح على كليك مينتيننس، هي دي بقى الخطوات اللي بتعمل عليها علامه صح، اللي بيعملها بشكل دوري لما
تقول له مثلا ان كل اسبوع اعملي ريجستري كلينر، يعني ملفات الريجستري كده ظبطها لي، ومثلا لو في ملفات انا مش محتاجه امسحها شورت كات فيكسر، لو ما انت عندك اللابتوب او الكمبيوتر بيعمل ملفات الشورت كات دي بشكل كده عشوائي بسبب بقى فيروس، بسبب مشكله او فلاشه متفيروسه حطيتها على اللابتوب بتاعك او الكمبيوتر بتاعك، هو ايه بيظبطها وبيمسحها لك. باي وير ريموفر، لو مثلا عندك ملفات زي ما قلت لك مشكوك كده في امرها ومش معروف لها مصدرها ايه، هو بيمسحها. كل الخطوات اللي جايه بقى دي هنشرحها في الادفانسد تولز. لما بتدخل على الادفانسد تولز متقسمه تقسيمات بحيث ان انت كل حاجه متجمعه في كاتيجوري او خانه لوحدها. يعني كلين اب اند ريبير من اسمها، يعني تصليحات وتظبيطات كده، مجمع لك كل الادوات اللي ممكن تحتاجها ان انت تمسح فايل او انك تفضي مساحه على الهارد ديسك بتاعك. يعني مثلا الديسك كلين اب جمع لك الجانك داتا، بص انا هنا هيفضل يحسب، بصوا عندي انا حسب لي دلوقتي 25 جيجا ملفات انا مش بستخدمها. الملفات دي بتبقى ايه؟ ملفات التمبرري اللي موجوده في الملف التمب، اللي هي بتبقى حاجات كده بتراكمها البرامج انت بتكون اصلا مش محتاجها. كمان مثلا برنامج المونتاج انا شغال عليه، برنامج اللي هو الادوبي بريمير او سواء الافتر افكت، فالمشاريع اصلا او الكاشنج او الفايلات او البروجكت اللي انا كنت شغال عليهم من زمان هو طبعا بيسيفهم والحاجات دي، فانا دي لفتره كبيره انا مش محتاجها. كل ده بيملى مساحه على الهارد بتاعك انت بتكون مش محتاجه او مش هتستفيد منه. انا دوست ستارت كلين اب وهيمسح كل الحاجات دي ويوفر لي 25 جيجا على مساحه الهارد بتاعي. انا خلص الريموف وقال لي 25 جيجا ريكفرد، اللي هي بقى في مساحه فاضيه 25 جيجا رجعت لك، ملفات كلها ما كنتش انت بتستخدمها فهو مسحها. الخطوه اللي بعد كده ريجستري ريبير. ملفات الريجستري دي هي الملفات تعريف النسخه وتعريفات النظام وتعريفات البرامج والبرامج بتشتغل ازاي والكلام ده، احنا مش هندخل في تفاصيل فيها، بس كل الفكره ان احيانا الملفات دي او الحاجات دي بتبوظ وتعامل معاها بتبقى باكواد علشان الكمبيوتر يفهمها، هو لوحده بيدور على المشاكل اللي في الملفات دي وهو بيصلحها. انا دوست على الخطوه دي هو بيبقى دلوقتي عمال يجمع لي، شوف انا عندي 392 بروبلم على الجهاز بتاعي او في الايه الملفات الريجستري، هو بيجمعها وبيصلحها ويحاول يظبط الكودينج بالطريقه اللي بيفهمها الكمبيوتر. فانا دوست هنا ريبير اند ريجستري، هو بيحل لي بقى المشاكل دي ايا تكن المشاكل دي ايه بقى، هو بيجمع لك كلها وبيحلها. طبعا المشاكل دي هي اللي بتاثر على استخدامك للنسخه، وتلاقي الجهاز بتاعك بطيء، تلاقي النسخه او في برنامج بيفتح ببطء او ممكن بيعمل كراش معاك كل شويه. طبعا كل الملفات الريجستري لما بتتصلح بيظبط لك حاجات كتير قوي على الكمبيوتر او اللابتوب بتاعك. من الحاجات برده اللي هتحتاجها زي ما قلت لك الشورت كات فيكسر، ده اللي بيمسح لك ملفات الشورت كات اللي انت مش عارف تمسحها وبتطلع لك في كل حته. برده الخطوه اللي بعدها او الاختيار اللي بعده اللي هو دوبليكيت فايل، لو انت عندك ملف متكرر مرتين هو بيشوف الملفات دي ويمسح لك واحد منهم. الخطوه اللي بعد كده امتي فولدر فايندر، احيانا كده بتلاقي عندك فولدرات فاضيه بس تيجي تمسحها مش هتتمسح، ما تعرفش ايه السبب، فده بيدور لك على الملفات دي وبيمسحهم لك عشان ايه ما تبقاش ايه روشاك كده ومحيرك قدامك. من الحاجات برده اللي هتحتاجها للانستول مانجر، ده بيجمع لك جميع الابلكيشن اللي عندك على الجهاز وعايز تعملهم انستول بسرعه من هنا، برده تقدر تعمل الحاجات دي. هي فكره البرنامج اللي هو فعلا بيجمع لك كل الحاجات اللي ممكن توصل لها بعد يعني تدوير كده وبحث على الكمبيوتر، هو بيجمع لك في برنامج واحد بحيث توصل لهم بسهوله وبسرعه. طيب نروح على الخطوه بعد كده اوبتمايز اند امبروف، دي من اسمها اللي هو بيحسن لك وبيسرع لك الاداء بتاع الكمبيوتر بتاعك. هنا مثلا في خطوه الستارت اب مانجر انت بتقدر هنا تتحكم في البرامج اللي بتشتغل او لما بتفتح الكمبيوتر بتاعك اللي هي بتشتغل لوحدها. مثلا انا عندي مثلا برنامج الام اس اي الجيمنج لان مانجر، انا واحد مش بلعب تمام، بس انا ممكن اخليه يشتغل لوحده او ما بشغل الكمبيوتر بتاعي وممكن اطفيه لمجرد ان انا بيبقى عليه علامه كده هو كده شغال، انا كده طفيته خلاص مش هيشتغل، اول ما الكمبيوتر بتاعي اشغله هيشتغل لما انا احتاجه وانا افتح البرنامج نفسه. طبعا كل ده بيأثر على الوقت اللي بيشتغل فيه الكمبيوتر بتاعك، يعني لو عندك برامج كتير انت سايبها تشتغل او ما بتفتح الكمبيوتر بتاعك هتلاقي وقت تشغيل الكمبيوتر قعد وقت طويل شويه. طبعا كل ما تقلل البرامج دي هتلاقي الكمبيوتر بتاعك بيفتح بسرعه وبيوصل لشاشه الديسكتوب بسرعه. من الحاجات برده اللي هتحتاجها الخطوه الثالثه اللي هي ميموري اوبتمايزر، خاصه لو انت عندك كمبيوتر او الجهاز بتاعك ما فيهوش رامات عاليه وفجاه لقيت الرامات مليانه من حيث لا تعلم، وده مثلا بتقول له فضي لي مثلا 2 جيجا من الرام، بتقول له مثلا اوبتمايز، فهو بيحاول على قد ما يقدر يفضي لك البرامج اللي شغاله في الباك جراوند او في الميموري وانت مش محتاجها. طبعا انا مش هكمل الخطوه دي علشان انا حاليا شغال ببرنامج اللي هو اللي بيصور الشاشه فممكن ياثر عليه ويروح قافله. تستخدمها لو انت الميموري عندك مش كبيره وهتنفعك جدا. من المميزات بصراحه برده بتاع البرنامج ده اللي خطوه بتاع او الاختيار بتاع السوفت وير ابديت، ده بيعمل ايه بقى؟ ده بيعمل لك تشيك اولا على نسخه الويندوز بتاعك لو ليها ابديت بيجيبه لك، كمان بيعمل لك تشيك على كل البرامج اللي انت منزلها عندك او محملها عندك لو ليها ابديت هو بيظهر لك الابديت ده في الخطوه دي. يعني مثلا احنا لو دوسنا على سوفت وير ابديت هنا بيعمل سكاننج لا ابديت لبرنامج ما، هتلاقيه فتح لك في صفحه كده يقول لك ان البرنامجين دول، يعني انا مثلا عندي برنامج اوداستي ده اللي بعدل بيه على الصوت ليه ابديت ممكن تحمله، ويجيب لك لينك التحميل على طول مش هتقعد تدور. فبصراحه بيسال عليك حاجات كتير قوي
تقعدش بقى تدور على ابديت وتحديثات البرامج، كل حاجه موجوده في لينك واحد. الخانه اللي بعدها ودي مهمه جدا، البرايفسي والسكيورتي، من اسمها امان وخصوصيه. اول خطوه اسمها تراك ريزر، ده معنى صح هنا بيشوف لك كل الملفات اللي ممكن تكون تبع اي برنامج، تعمل تراك لاي داتا ليك انت بتستخدمها. لو مثلا انت نزلت اي برامج من مواقع مش موثوقه، احيانا بيبقى معاها ملفات بيعمل تراك للحاجات انت بتستخدمها، المواقع اللي انت بتفتحها، لا عندي 30 بروبلم، فانا بقول له اعمل لي اريز للملفات التتبع دي انا مش محتاجها. تضغط على اريز ويمسح لك كل الملفات دي. من اكتر الحاجات اللي ممكن تحتاجها لو انت مسحت فايل عندك او اي ملف او اي حاجه وهي مهمه عندك ومسحتها بالغلط وعاوز ترجعها، تقدر ترجعها من خلال الخطوه دي اللي هي الفايل اندليت. انا مثلا بمسح دايما من الماي شانل، البارتيشن اللي عليه الحاجات الخاصه بالقناه بتاعتي، وبقول له مثلا هنا سيرش، هنا بيطلع لي ويجمع لي كل الملفات اتمسحت من خلال الدرايف او البارتيشن ده. طبعا هنا بيبقى في الفايل تايب بيبقى مقسمهم لك، لو هم مثلا مشاريع عندك هنا مثلا اختار مثلا هم ابلكيشن، فيديوهات، فطبعا دي فيديوهات كلها انا كنت مسحها من الدرايف او البارتيشن ده، فهو بيجمع لك كل حاجه. فانت بتشوف الملف اللي انت مسحته بتتعلم عليه وبتعمل له ريستور. يعني مثلا عملت هنا علامه على الملف ده بتظهر لك كلمه ريستور فبيرجعه لك مكان اللي انت مسحته منه. فبصراحه دي خطوه مثلا كلفتني قبل كده 700 جنيه برنامج هو كل اللي بيعمله اللي بيرجع لك الملفات انت حذفتها بشكل دائم من الكمبيوتر، وده كانت وظيفته بس ودفعت 700 جنيه ساعتها. هنا بقى هتدفع 400 جنيه مثلا لو اشتريت النسخه المدفوعه وهتاخد كل المميزات اللي انت بتحتاجها او كل الحلول لمشاكل كتير هتقابلك في الكمبيوتر بتاعك، فده اكتر حاجه فعلا بتميز البرنامج ده. المهم بقى نخش على الخطوه اللي بعدها اللي هي الفايل انكريبتور. دي ممكن تقفل فولدر عندك او فايل محدش يقدر يفتحه او يستخدمه بباسورد. طبعا انت بتدخل هنا بتحدد له، بتقول اد فايل، بتعمل سيرش على الفايل اللي انت عايز تضيفه او الفولدر اللي انت عايز تضيفه، وبعد كده بتعمل له سيت اب، بتكتب له هنا الباسورد بتاعه وخلاص، بتعمل انكريبت ناو، بيقفله لك بباسورد محدش يقدر يفتحه غيرك. طيب اخر بقى حاجه ومن الحاجات المهمه جدا السيستم تول، ومن اسمها كده بيدل عليها اللي هي علاقه بالنظام او السوفت وير او الويندوز بتاعك. اول حاجه هنا بيجيب لك سيستم انفورميشن، دي معلومات عن الكمبيوتر بتاعك او الجهاز بتاعك سواء هاردوير او سوفت وير. من اهم بقى الخطوات اللي هتحتاجها في الخانه دي او الاختيار ده الريبير سيستم فايل، انت بتدوس هنا، هنا بيعمل لك بقى لو عندك اي ملفات بايظه على النسخه بتاعتك هنا بيجمعها وهو بيصلحها لوحده لو في اي مشكله في النسخه بتاعتك، من غير بقى ما تضطر انك تعمل نسخه كامله. لو في مشكله سهله تقدر تتحل هو ممكن يحلها لك عن طريق الخطوه دي. برضو من الحاجات الكويسه جدا ان انت تقدر تعمل سيستم باك اب، ان انا دوست على الخطوه دي بيدخلك على خاصيه الباك اب اللي انت تقدر تعمل نسخه احتياطيه اولا من نظام الويندوز بتاعك، كمان التعريفات، كمان البرامج اللي انت حملتها، بحيث ان كل ده يتسطب مره واحده لو حصل ان النسخه بتاعتك مثلا حصل لها مشكله وحبيت تنزل نسخه جديده، كل مش هتضطر بقى تنزل البرامج بتاعتك بقى واحده واحده، خاصه لو انت عندك برامج كتير، كل ده معمول باك اب بينزل مره واحده ويتسطب مره واحده من غير بقى ما تقعد تجمع البرامج بتاعتك. طيب لو رجعنا تاني الخطوه بعدها دي السيستم ريستور، دي اللي قلناها لو انت عامل باك اب ترجع بقى السيستم بتاعك من الخطوه دي. اخر خطوه بقى اللي هي اسمها اندو تشينجز، اللي هي من اسمها بترجعك خطوه عن اجراء انت عملته. يعني لو انت خليت البرنامج ده يعمل لك اي تغيير على الكمبيوتر بتاعك ممكن ترجع عن التغيير ده عن طريق الخطوه دي اللي هو اندو تشينجز، اللي هو بتقول له كده بمعنى صح التغييرات اللي انت عملتها امسحها انا مش عاوزها، خلاص رجع لي الدنيا زي ما كانت قبل ما استخدمها. طبعا كل الادوات اللي تحت دي هي اختصارات للحاجات اللي احنا شرحناها دلوقتي. يعني مثلا هنا لو وقفت هنا ستارت اب مانجر اللي احنا شرحناه، الديسك كلين اب اللي هو بيمسح لك الجانك داتا او الملفات الكبيره اللي انت مش بتحتاجها، كل ده تقدر توصله بسرعه من خلال الاختصارات اللي تحت دي لو انت مش عاوز تدخل تدور عليهم في الادفانسد تول. بس كده اكون خلصت شرح لكل حاجه على الجهاز، فتعالوا بقى اقول لكم كلمتين كده في الاخر في السريع. فطبعا بعد ما خلصت البرنامج فعلا انصحكم جدا انك تنزل البرنامج ده او تحمل البرنامج ده، فعلا هينفعك جدا في اغلب المشاكل بتواجهك على الكمبيوتر بخصوص السوفت وير. بدا بقى متودي الكمبيوتر بتاعك لحد وقعد يقول لك تعالى خد اللاب كمان اسبوع والكلام ده، وممكن يكون حاجه بسيطه هو هيخليها لك كبيره وتضطر تعمل نسخه ويندوز وانت مثلا عندك برامج كتيره وهتكسل بقى تنزلها والكلام ده، فعلا ممكن يختصر عليك الدوشه دي كلها لو هي مشكله سهله وهو برنامج ممكن يحلها لك. فدلوقتي هيظهر لك زي استطلاع راي في حرف الاي هنا، يا ريت تقول لي كده ايه رايك في البرنامج سواء عاجبك او مش عاجبك. استطلاع الراي ده فعلا هيفيدني جدا، وطبعا اكتب تحت في الكومنتات لو انت حابب تشوف كده نوعيه الفيديوهات دي، لو كل فتره ممكن نشوف كده برنامج للكمبيوتر يكون مفيد وينفعكم برده ممكن نتكلم عنه. وانت بعدي بقى كده ما تنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك هيدعمني جدا، وطبعا لو انت اول مره تشوفني هيظهر لك هنا دايره هتدوس عليها يطلع لك علامه السبسكرايب او الاشتراك، فانت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس لو حبيت تشوفني في اي فيديو من الفيديوهات اللي جايه، واشوفك على خير الفيديو اللي جاي. سلام.